إذا أدركت الركعة الثانية في صلاة الظهر أو أدركت الركعة الأخيرة فسوف يكون بالنسبة لي 3 تشهدات. فماذا أقرأ في التشهد بالنسبة للأول والثاني والثالث؟ وفي أي تشهد أقتصر على التحيات فقط دون الصلوات الإبراهيمية؟ جزاكم الله خيرا. أما التشهد الذي أجلسه مع الإمام فهذا من أجل المتابعة فقط، سيكون من أجل المتابعة فقط. إلا إذا أدركت مع الإمام ركعتين، إذا أدركت مع الإمام ركعتين وجلس هو للتشهد الأخير فإنك تعتبر هذا بالنسبة لك هو التشهد الأول، تكرر فيه قراءة التحيات، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بما فاتك وتجلس للتشهد الأخير، فيكون ما أديته مع الإمام في هذه الحالة هو التشهد الأول بالنسبة لك، لأنك أدركت معه ركعتين. أما إذا لم تدرك معه إلا ركعة فإنك تجلس بعدها مع الإمام من باب المتابعة ولا تعتبر هذا الجلوس شيئا. فإذا أتيت بالركعة الثانية بعد سلام الإمام فإنك تجلس للتشهد الأول ثم تقوم وتأتي ببقية صلاتك ثم تجلس للتشهد الأخير الذي تسلم بعده. جزاكم الله خيرا. ذلكم التشهد الأول الذي جلس فيه مع الإمام من أجل المتابعة ماذا يقول أثناء جلوسه في الصلاة؟ يقرأ التحيات، يقرأ التحيات ويكررها حتى يسلم الإمام. جزاكم الله خيرا. إذا يقرأ في التشهد الأول في الجلسة الأولى والجلسة الثانية يقرأ التشهد الأول، يقرأ في التشهد الذي من أجل المتابعة. نعم التشهد الأول الذي من أجل المتابعة. نعم فقط يقرأ فيه التشهد الأول يكرر. وكذلك التشهد الذي الأول الذي يعتبر له إذا أدرك بالسكينة. نعم إذا أدرك مع الإمام ركعتين يقرأ فيه التشهد الأول أيضا. بارك الله فيك. أما الثالث فهو كالمعتاد. جزاكم الله خيرا.